كل ما خلص الاجتماع مهم جدا طبعا، وكله هو انه وحنرفع التوصيات هذه كلها ان شاء الله الى مؤتمر الوزراء يوم الخميس، والوزراء هم يقرروا فيه ان شاء الله بعون الله تعالى. التوصيات مهمه جدا بالنسبه لتطوير الاعلام الالكتروني والتقني وتطوير التقنية والاتصالات. احنا في عالم مختلف الآن، الإعلام الجديد يعني الآن هو المسيطر في الواقع على السوق الإعلامي. كان الإعلام فقط إعلام أحادي فقط، الآن أصبح الإعلام أكثر فاعلية وأكثر تطور وأكثر ديناميكية في الواقع. الآن الإعلام أصبح متيسر لكل واحد بالنسبة للتطور اللي صار في تقنية الاتصالات والتكنولوجيا وغيرها وغيرها، وأصبح في متناول كل فرد في الأمة في الواقع جميعا، في كل بلد، في كل بلد يستطيع أي واحد من ممكن يكون له موقعه الخاص وتلفزيون الخاص واليوتيوب الخاص، وأصبح أيضا يمثل في عالمه الافتراضي عالم خاص به يتلقى ويستقبل وأيضا يتفاعل مع ما يستقبله ويعطي أيضا وينقله. فأصبح الإعلام أصبح متغير، يجب أن نتفاعل مع هذا الإعلام بالطريقة الصحيحة الواقعية، ويعني أن نكون جزء من هذا التحرك الإعلامي الكبير. طبعا إحنا نعيش أيضا في أمة تقريبا فكرها العام واحد، نعيش نفس القيم، نفس المبادئ، نفس الأخلاق، نفس التوجهات الإنسانية ككل. طبعا لكل دولة سيادتها ولكل دولة لها خصوصياتها الخاصة، لكن اللي يجمعنا كلنا كأفراد وكمجتمعات وكأسر وكدول قيم واحدة يجب أن نتمسك بها ويجب أن نحافظ عليها، خاصة في هذا الزخم الإعلامي الكبير المتدفق من كل ناحية في الواقع، وأصبح بدون انضباط. الآن عندنا أكثر من 1300 محطة فضائية عربية، مئات الصحف، آلاف الصحف الإلكترونية، آلاف المواقع، آلاف كيف يعني نعمل على انضباط هذه الأمور بحيث أنها تسير بالطريقة الأخلاقية بدون التحكم في حريات أو تدخل أو أي شيء، وإنما نحن أبناء أمة واحدة، وإنما وأبناء قيم واحدة وأبناء أخلاق واحدة. يعني كيف يعني نضبط المسار بالطريقة الصحيحة بدون انفلات وبدون أن نخرج عن المضمون وعن المفاهيم الحقيقية الأخلاقية التي تجمعنا جميعا في هذا العالم العربي الجميل. لحظة من فضلك الله يسلمك. فهذا الموضوع بكل يعني طبعا من جملة التوصيات الاستراتيجية هذه اللي عملتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب بطريقة صحيحة. يعني تعرف احنا من أهم الدول اللي يعني بتكافح الإرهاب، وإنما الإعلام أيضا يشكل جزء كبير في هذا الموضوع، يجب أن يساعدنا جميعا في هذا الموضوع لكي نضع لهذه الأمور الحدود الخاصة بها. فإحنا تبرعنا بمبلغ كبير 10 مليون دولار في الأمم المتحدة وأكثر. الملك عبد الله مهتم جدا بهذا الأمر، اهتمام شخصي، ويحث عليه في جميع المؤتمرات وجميع الوسائل الإعلامية وجميع الوسائل الأمنية المتاحة إنه مكافحة الإرهاب. الإرهاب ليس فقط يعني حتى الإرهاب الفكري، حتى الإرهاب الإعلامي، حتى كل أنواع الإرهاب يجب أن يعني نقاومها، ولا يجب لا تجعلها نجعلها تضغط علينا بصورة أو بأخرى. شكرا.
المشروع اللي جمع معالي الوزير هناك محور فكري. هذه شيء طبيعي جدا، هو مو محطة، هي ليست محطة وإنما هي مواقع إلكترونية. مواقع إلكترونية من الطبيعي أنها تكون يعني طبعا هذه مواقع إلكترونية للجامعة يجب أن يكون فيه ما فيها يعني أنا أعتقد شيء طبيعي جدا. والمحور الفكري لهذه الدورة هو يعني سيطرة رأس المال في الواقع على بالنسبة للقنوات الخاصة، اللي تبص يعني كيف من الممكن إننا نعالج هذا الموضوع بطريقة فقط أخلاقية انضباطية، كيف ننشئ قوانين خاصة بكل دولة لضبط هذا، كأي قوانين موجودة في أي دولة من دول العالم، موجودة في أوروبا، موجودة في أمريكا، موجودة. وهذه ليس معناها كما ذكرت إنها قمع للحريات أو تقييدها أو أي صورة من هذه الصور، وإنما وضع قوانين تضبط هذا الموضوع، تضبط عملية البث الفضائي، تضبط عملية كل أنواع البث المرئي والمسموع حتى الإلكتروني. هذه موجودة بمسميات كثيرة جدا، موجودة في بريطانيا، موجودة في فرنسا، موجودة في أمريكا، موجودة في جميع الدول تقريبا، قطعت أشواط كبيرة في هذا الموضوع، خصوصا إذا كان الأمر مس هذه الدول أو مس أخلاقيات أو مس يعني ضوابط معينة. على كل حال هذه القوانين شيء ضروري جدا، واحنا ننصح كل دولة في من دولنا انها يكون عندها هذه القوانين. احنا عملنا هذه القوانين، عندنا عملنا هيئة خاصة في الواقع اسمها هيئة المرئي والمسموع، كهيئة منظمة لهذا الامر بالذات. وانا اعتقد هذا جانب رئيسي وجانب مهم جدا، وإن شاء الله بعون الله تعالى هذه الطريق لتحسين الأمور بكلها.